مزروع على مقبرة. فقال الآخر: بل نحن جيد، لولا أن جديه رضع من كلبه. وقال الثالث: هذا لأنه ابن زنا. يعني عرف أن ابن أسد هو ابن زنا، مو ابن حلال، مو ابن أبوه. فهذاك كان وراء الستار، شق عليهم الستار واقتحم. قال: كيف عرفت أن ابن زنا؟ هذاك أي مشكلة تعرفه؟ لاحظ الإجابة. قالوا تبرونا، احنا تبرينا حتى لا يكون سجين يقتلهم حتى نحشي. قال انتم امنون، بس خبرني شلون ابن زنا. قال: الذي يبدا بالكلام قبل الطعام مع الضيف علامة ابن زنا. اول لازم تضيفه بعدين تتكلم. فهي طبعا ليها دراسه، يعني مع من وكيف يكون، مو يعني هذا مو مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه بحوث يسمونها متراكمية، يعني تجمع هاي وهاي وهاي مثل المسبحة، تطلع المسبحة. يعني هم شافوا هاي النقطة، ضافوها لذيك النقاط واكتشفوا. وفعلا هو سأل أمه، قالت: خفت على الملك يضيع، فاستولدتك بغير ما كان عقيم. احنا نلاحظ انه هذا تصرف اكتشفوا انه من التصرف اكو اثر من الوراثه. لهذا لما زكريا يقول: يرثني ويرث من ال يعقوب، كان مقصده ان يتطابق معي في همي وغمي وفكري وطموحاتي والمعبد ومسؤوليات بيت المال من الاموال ومصارفها. لهذا لما استجيب قال: شنو الله سبحانه وتعالى؟ نبشرك. هو من روح تبشره بذبيحة؟ يقول: مو هو هذا الذي هو هذا. أبشرك بشهيد، أبشرك برجل يتطابق معك فيما طلبت من الوراثة. الكلام كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نهتم بنسلنا ونهتم بمخاطر ما ورثنا. أحيانا واحد يرث شغلات مشكلة لازم استلمها في 40 في ختمات، 40 صباح يصوم، 40 ليلة يقوم ويتلو القرآن، وحتى 40 ليلة لا يأكل اللحم. فلا مفصل مراسم من ورث شيء من العادات الغير صحيحة مثلا، أو صار تصبح أنه يحس هو نشاز في 10 أو 20 شيء يتذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا في هذا الشهر الشريف ويتسلمه منا في خير وعافية. اللهم إن كنت لم ترضى عنا في هذا الشهر الشريف فيما مضى منه، فارضى عنا فيما بقي منه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، فقهنا في الدين واخلع عن الدين وأمننا من الفقر، وأدخل على أهل القبور السرور من مثل جديد خطايا هذول، يعني يتألمون على هذه المجالس. أهل القبور يتمنون لحظة يحضرون حتى يستفيدون من ساعات شهر رمضان المبارك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أفضل الكفر والمنافقين، واجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين آمنين غانمين. وانصر شيعة أمير المؤمنين وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم نتوجه إليك بقلوب مضطرة لقضاء الحاجات، حاجاتنا حاجات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وغفران الذنوب ببركة هذه الآية المجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف